إلى ذلك أكدت مصادر قبلية في محافظة عمران مقتل نحو 30 حوثيا وخمسة جنود من اللواء 310 مدرع وإصابة آخرين في مواجهة بين الجانبين في جبل جنات المطل على مدينة عمران ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين. الشيخ علي جليدان وصف ما يحدث من معارك في عمران بين الحوثيين وقوات اللواء 310 مدرع ومسلح حزب الإصلاح بالانتحار. وقال جليدان في تصريح للسياسية الكويتية إن خوض الحوثيين للمعارك في عمران يشكل انتحارا لهم وستؤدي بالبلاد إلى الهاوية، موضحا إن الحوثيين رغم ما لديهم من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وعربات مدرعة ومدافع وآلاف المقاتلين، قتل منهم خلال الأسبوعين الماضيين نحو 200 شخص وعدد كبير من الجرحى، وتلقوا ضربات قوية من قوات الجيش في أكثر من منطقة في عمران. وبالنسبة للإصلاح فإن قتلاهم حتى الوقت الراهن لا يتجاوزون 15 شخصاً.